في ظل الأسعار الفاحشة التي يشهدها منتوج البطاطا عبر أسواق ربوع الوطن، كانت وجهتنا لبلدية بويرت الأحداب في الجلفة التي تعد منطقة نموذجية في هذا المجال، لنبحث عن سبب غلاء هذه المادة التي أرجعها فلاح هذه المنطقة لعدة أسباب. غالية بزاف الزريعة جاتنا، توصلنا لهذا البلاصة توصلنا ب8000 وما عندناش غرف التخزين، واليد العاملة ما كانش، غلاء الكهرباء وما وصلوها لناش. وبلدية بويرد الأحدام معروفة هنا بإنتاج البطاطا والقمح، والغبار عندنا غالي بزاف، الغبار يوصلنا هنا شاك مار يوصلنا ب5 ملايين 6 ملايين. إذا كان تكلفة الإنتاج تاع كيلو البطاطا يسخن ب4000 ومن بعد هو باه يبيعو، هذا باه يبيعو ويبيعو ب5000. أنا كي نلقى مثلا ننتج ونبيع البطاطا تاعي ب4500، أنا يعرف اللي منبيع، ما نبقاش سنة في التجار واحد يقول لي بيع حليب ب1500، واحد بيع حليب ب2000 فرانك، وتلقاه نعود مندم على زرعته. ارتفاع فواتير الكهرباء وغياب أماكن تخزين منتوج البطاطا من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء غلاء أسعارها، الأمر الذي صعب من مهمة الفلاحين. استهلك الماء بزاف البطاطا، معناها غلاء الكهرباء فاني كان عائق، خلات الناس والشعب هذه أصلا مش منظمة مليح، وذلك لضعف غرف تبريد. كان هنا هنالك مشروع طموح في بلدية بويرت الأحداب في منطقة الصقيعة، هذا المشروع كان كل الفلاحين معلقين عليه أمال باش يكون الإنتاج تاعهم، معناها واش ينتجوا رايحين يسلموه للغرف التبريد هذه، وغرف التبريد وزارة الفلاحة راح تتحكم في سعر البطاطا بحيث أن الفلاح ما يعودش مثلا يبيع في البطاطا تاعو ب2000 فرانك، يعود يبيع فيها مثلا بسعر مقنن. وإن تعددت أسباب غلاء سعر البطاطا في مختلف الأسواق الوطنية، يبقى الشيء الأكيد أن المستهلك البسيط لهذه المادة هو من يدفع ثمن هذه الزيادات التي نسفت قدرته الشرائية.